نعم فيصل، تطور كبير جدا. نستطيع أن نقول أن العمالقة الجنوبية حررت حريب. قبل قليل دخلت قوات ألوية العمالقة الجنوبية مدينة حريب بشكل سريع ومفاجئ، نظرا للمتارس والتخندق الذي كانت تقوم به الميليشيات طوال الأسابيع الماضية، والحشود التي كانت الحشود الحوثية، عناصر الحوثي الإرهابية يعني تتركزت في هذه المدينة. قبل حوالي ساعتين شنت قوات الألوية العمالقة الجنوبية هجوما على المدينة ودخلتها بعد معارك يعني استمرت حوالي 20 دقيقة فقط، ثم انهارت دفاعات الحوثيين بشكل مفاجئ وفر من بقي منهم. الآن العمالقة يمشطون المدينة. خبر آخر يعني أكثر تطورا، العمالقة قطعت قبل قليل خط حريب ملعى. هذا الطريق فيصل يربط بين حريب وبين الجوبة، بمعنى أنه يربط حريب بباقي مأرب. الآن من بقي من عناصر الميليشيات الحوثية لن يستطيعوا الهروب حتى بسياراتهم أو بدراجاتهم أو التي يستخدمونها خلال الأيام الماضية. من بقي منهم يفر عبر الجبال. قوات العمالقة الجنوبية الآن تطارد هذه الفلول في الجبال، هناك عشرات القتلى. أيضا دخلت قوات ألوية العمالقة قبل حوالي ربع ساعة منطقة الوسيعة. بهذه التطورات فيصل تكون قوات ألوية العمالقة الجنوبية قد حررت أول مناطق أو أول مديرية في جنوب مأرب. وللتأكيد فيصل، العملية تقوم بها القوات الجنوبية العمالقة منفردة، لا توجد أي قوات تشارك في هذه العملية، سواء تحرير ثلاث المديريات في شوة الأسبوع الماضي أو الأسابيع الماضية، واليوم تحرير أولى مديريات مأرب. هذا التطور أيضا يعني فيصل بأن التهديد على مدينة مأرب من قبل الميليشيات الحوثية الذي استمر طوال العام الماضي، وكادت هذه القوات أن تصل إلى مدينة مأرب بعد سقوط معظم المناطق الفاصلة بين مأرب وصنعاء. هذا التهديد انتهى الآن، أنهته قوات العمالقة الجنوبية وهي تتقدم إلى عقبة ملعى. كانت قبل ذلك فيصل ألوية العمالقة قد تقدمت في السلسلة الجبلية الرابطة بين الثلاث المديريات عين وحريب والجوبة، ووصلت إلى المشارف مديرية العبدية، السلسلة الجبلية المطلة على العبدية. سيطرت القوات الجنوبية على السلاسل الجبلية مكنها من تحرير الطرقات، وبالتالي السيطرة والهيمنة على الطرقات وعلى المناطق. تجنبت القوات الجنوبية دخول القرى السابقة لمدينة حريب، لكنها التفت على المدينة ودخلتها قبل حوالي ساعة من الآن. نعم فيصل، سنبقى على اطلاع منك عن هذا التطور الميداني المهم في المشهد اليمني. من شبوة مفدنا إلى هناك صلاح بالأغبر، شكرا جزيلا لك صلاح.